مش هروح لوحدي. الخوف سيد اللي عنده، وانا ما عنديش حاجه خاف عليها يا ابراهيم. بالحلقه القادمه. طب خلاص ما بقاش ينفع مغري الموت يا الحبس. طوبى يفاجئ احسان بخبر سار ويحمل الى رساله من مونس. انت جوهره يا احسان ولازم تروح للي يستاهلك. طوبى غدا 10 بتوقيت بغداد على MBC العراق. رمضان يجمعنا وعلى شاهد VIP الان.